قبل ما اسالك ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الواقعه، الكلام الصح من الغلط، بس عايز اعرف النهارده الحكم بتاع النهارده، او ايه اللي حصل في جلسه النهارده لامام عاشور. اللي حصل في جلسه النهارده ان احنا كان لينا ضغوطات اهمها تعديل القيد والوصف الى استعراض القوه والتلبيه العنف طبقا للماده 335 قرر منكم ضباط، وقلنا كمان انها محترمه بعد كده ضرب وسب، وقدمنا المذكره وطلبنا التوقيف امام عاشور، واتاجلت الدعوه او يعني الدعوه 12 10 لان الطرف الثاني دفاع مدني ب 40 فالاصل 12. طيب استاذ علي انا بحاول اسمعك بس انت الشبكه عندك وحشه خالص، فعشان اعرف اسمعك كويس ارجوك. انا الشبكه عندي كويس. طيب يعني هو تم تاجيل جلسه النهارده صح؟ صح. طيب انا عايز اعرف ايه اللي حصل في الواقعه، خلينا بس كده نسرد سرد سريع، ايه اللي حصل في الواقعه اللي احنا شفناها، الفيديوهات اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت، ان اول اللي اتقال انه احنا شفنا في الاخر بقى لما جه جري وفي ناس كانوا في خناقه واتضربوا، بس اللي احنا سمعناه اول اللي اتقال ان هو كان حد بيعاكس مراته وهو جه دخل في الخناقه على طول، او هي استدعته كلمته قالت له ان في حد بيعاكسني فجه والدنيا بعد كده حصل خناقه، ايه اللي حصل يا استاذ علي بالظبط؟ هو كان جاي طبعا مندفع على اساس الاتصال اللي جاله. فلما عبد الله لقاه داخل المول بحكم شغل عبد الله ان هو مشرف امن هناك مسؤول الامن يعني، فلقى الكابتن امام ومعاه عدد كبير في المول وزعيق وهرب ومرق، فبيسالوا فيها يا كابتن؟ فقال له مراتي اتعكست يا اولاد كذا، ده طبعا على كلام عبد الله، وحصل سب وضرب بالايد وحصل حاله اغماء لعبد الله، وبعدها فوقوا عبد الله وانصرف الكابتن واللي باقي بقى انتوا عارفينه يعني. طيب السؤال هنا، الكاميرات متصوره الكلام ده صوت وصوره يا استاذ علي ولا لا؟ يعني طبيعي ما دام في مول يبقى اكيد هتبقى فيها كاميرا مسجله الكلام ده صوت وصوره. طبعا الكاميرات بتاعه المول بتصور، لكن قصه صوت وصوره دي انا ما اعرفهاش، لكن في فيديوهات نزلت على الانترنت. ماشي ماشي في فيديوهات نزلت فعلا، بس انا بسالك السؤال العام اللي اي حد هيبقى عاقل هيساله، هل الكاميرات دي مصوره صوت وصوره؟ ما اكيد يعني عشان لما يحصل حادثه مماثله للحادثه دي يبقوا عارفين مين الغلطان. ما هو هي اكيد النيابه العامه مش هتنزله متهم في قضيه الا اذا النيابه رات بعد التحقيقات ان القضيه يعني تحتاج الى احالتها للمحاكمه يعني. طيب قضيه مكتمله. طيب يعني عبد الله ما عكسهاش او هو ملوش علاقه بالموضوع؟ يا فندم عبد الله ما عكسهاش، ولحد اللحظه اللي انا بكلمت فيها لم تثبت اي واقعه معاكسه ولا اي حد بيه. يعني ال الشله اللي كانت موجوده دي ولا اي حد فيهم عاكس زوجه امام عاشور؟ لا حتى الان حتى هذه اللحظه ما فيش اي واقعه حصلت. طب أما يعني هو جاب الكلام ده منين يا استاذ علي؟ معلش انا لازم اسالك السؤال اللي اي حد مكاني هيساله لك. انا ما اعرفش، قد تكون الواقعه دي حصلت، ولكن نفس السؤال اللي انا سالته اليوم اثناء مرافعتي، انا كعبد الله ذنبي ايه؟ ولا انا مسؤول حتى مكان السينمات اللي حصلت فيها الواقعه اللي هي بتدعي انها حصلت فيها، ولا انا اتبلغت ان في معاكسه حصلت، يعني عبد الله ذنبه ايه؟ ده انا كل اللي بعمله بساله في ايه يا كابتن؟ اوكي. فكان جزاؤه لاعتداءه الضرب. طيب تم تأجيل الجلسة لإمتى يا أستاذ علي؟ 12/10. طيب يعني هيوصل فيها الحكم لإيه؟ يعني عرفني، أنت عارف أنت هتبقى أفهم مني في القرار. ما هو على حسب، هل المحكمة هترفض تعديل القيد والوصف ولا هتوافق؟ كلنا ثقة في القضاء المصري، وإن شاء الله المحكمة توافق على تعديل القيد والوصف، وساعتها الموضوع هيكبر وهيبقى فيه كلام، لأن المادة دي فيها أكثر من فقرة، وإحنا عندنا في ظرف مشدد موجود. اما لو فضلت القيد والوصف القديم فالعقوبه الاقصى بتاعتها ما بتزيدش عن سنه. طب السؤال، هل في فيديوهات تانية لسه ما نزلتش او هي مع المحكمه او مع الملف بتاع القضيه احنا ما شفناهاش؟ يعني هيتم الاستعانه بيها في الجلسه القادمه لامام عاشور؟ في فيديو بعته لي عبد الله على الواتساب قدمته انا للمحكمه النهارده. وطبعا قدمت الواقعه بتاعت مروان فقرينه. دي مش أول حاجة بيعملها كابتن، وعمل قبل الواقعة بتاعتنا وبعد الواقعة بتاعتنا، وإن شاء الله خير بإذن الله. طيب في كلام اتقال لي أو أنا عارفاه، يعني مش هقول لك اتقال لي، أنا عارفاه.
في كلام اتقال لي ان حضرتك المحامي لطليقه او احدى يعني حد كان متجوزه امام عاشور. انا ما ينفعش اصرح عن اسرار موكليني. لا انا ما قلتلكش اسرار، انا بسالك سؤال حضرتك، انا ما بدخلش في اسرار حد وماليش علاقه باسرار حد، وليا هنا المستطيل الاخضر بس، هو لاعب وحصل مشكله فاحنا لازم انت اللي احنا سمعنا اول الاخبار، انا قدامي دلوقتي اخبار فانا بعرضها عليك، يقال قدامي وانت قلت في فيديو الصبح بعد الجلسه ان انت المحامي لست كانت متجوزه امام عاشور، وهقول الكلام ده في وقته، ده كلامك مش كلامي، انا ما بقولش اسرار حد يا استاذ علي. لم اكل ذلك يا فندم. لا قلت الكلام ده الصبح في فيديو في فيديو ليك، قلت هقول كلام اكتر بس بس انا هقول لك اللي انا قلته. اتفضل. عارف انا قلت ايه؟ انا قلت في واحده اسمها داليا جابت لي توكيل علشان ارفع دعوه. طب يعني قلت اهو يا استاذ علي. ما هو لا يا فندم، ما هو النص بيفرق يا فندم، الكلمه طيب يعني ماشي، ما انا بسالك.